طيب دلوقتي ان شاء الله هنتكلم على الام فايلز. احنا اتكلمنا على شويه امر في الماتلاب، واتكلمنا ازاي نكتب كوماندز، ازاي نتعامل مع ايمجز. كل الامر اللي كنا بنكتبها هنا في الكوماند ويندو، واقول له اكس ايكوال 2، واي ايكوال 6، زد تساوي اكس بلس 5. كنت قاعد اكتب كل الامر هنا. هل مفيش طريقه اكتبها زي السي في فايل على بعضه، بدل ما انا كاتبهم كل شويه في كوماند ويندو؟ يعني لما اجي تاني مره اكتب الاوامر هضطر اكتبها كده. هل في زي ما في سي فايل، هل في الماتلاب ام فايل بقى، او في فايل ايكوفالنت لي؟ ايوه، في حاجه اسمها الام فايل. بيقدر اعمل ايه؟ اقدر اجمع فيه الاوامر ورا بعضها بحيث تتنفذ. اجيبه منين الام فايل ده؟ والله لو احنا جيت بصيت على هنا، هو ده الاختصار بتاع الام فايل. او ممكن اعمل ايه، او ممكن اقول له فايل نيو، بعد كده اختار سكريبت ام فايل او فانكشن ام فايل. هنبتدي دلوقتي نشوف الفرق بين الاثنين فايلز اللي قدام. جالي مين؟ جالي صفحه فاضيه. هعمل فيها ايه؟ هكتب فيها نفس الامر اللي انا كنت عاوز اكتبها. ممكن اقعد اكتب الامر فيها واحده واحده، او ممكن اعمل كده. ابتدي امسح ايه اللي انا مش عاوزه. اكس ايكوال 2 دي ملهاش لازمه، واي ايكوال 6 دي ملهاش لازمه، زد يساوي 7 ملهاش لازمه. اكتب بعد كده الاوامر بقى اللي انا عاوزها. اكس ايكوال 5، اكس ايكوال 2، بعد كده ان تساوي 2 زائد 4، اي حاجه، اي شويه اوامر انا عاوزها، اي شويه اوامر انا عاوزها. طيب الامر دي هتتنفذ ازاي؟ الامر دي هتتنفذ ورا بعضها بالظبط، اكنك بالظبط كاتبها في الكوماند ويندو. يبقى اول نوع من الام فايلز هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن الاوامر اللي انا كتبتها في الكوماند ويندو، كتبتها في الفايل وخلاص، اكنها هتتكتب هنا بالظبط. تعال نشوف ايه اللي هيحصل لما انفذ الاوامر دي. لما اقول له دلوقتي هقول له ران، اول حاجه هيطلب منها بيقول لي سيفها. اسيفها ايه؟ اسميها اي اسم، اي اسم وخلاص. راح مديني صوت ايرور كده، تك التكه دي بتقول لي ايرور. بيقول لي ايه؟ بيقول لي undefined function of variable x5. بيقول لي عندي تاني سطر انت كاتب حاجه اسمها x5. ايه x5 دي؟ لا والله انا كان قصدي x تساوي 5. اقوم مسيف تاني وعامل رام من جديد. في غلطه كمان، بيقول لي undefined function of variable m. بيقول لي انت بتستخدم n يساوي n plus m. مين m ده؟ انت دلوقتي بتقول لي شغل الاوامر دي، بعد كده تقول لي n يساوي n plus m. طب انا n عندي، بس مين m دي؟ فوالله ابتدي اقوم فاتح الكود تاني، اجي عند سادس السطر، والله لا دي مش ام، دي المفروض تبقى 8 مثلا. اشغل الكود، يوم طالع لي ايه؟ طالع لي الارقام اكس ب2، اكس ب5، واي ب6، ان ب6، زد ب10، ان ب14. ممكن اعمل كلير عشان انضف الشاشه، بعد كده اشغله تاني يوم مطلع لي الحاجات اللي انا عاملها. يبقى كده اول نوع من الفايلز هو عباره عن ايه؟ عباره عن سكريبت ام فايل. ام فايل عباره عن ايه؟ الاوامر اللي كانت في كوماند ويندو حطيتها في فايل على بعضها. ينفع انفذه من الكوماند ويندو؟ لو انا كتبت 4 تي هات هيبتدي ينفذ الكود بتاعي بالظبط. اول ما اكتب له 4 تي هات هو ما يعرفش ايه الاربع تي هات دي، فهيقول لنفسه دي شكلها سكريبت فايل، يروح يدور على سكريبت فايل وايه ويشغله. في الاخر ان شاء الله هنقوله هيدور عليه فين، ولكن هيدور على السكريبت فايل اللي باسم ده وينفذه. فتح السكريبت فايل لقى شويه اوامر ورا بعضها. ده اول نوع من الام فايلز، شويه اوامر ورا بعضها. اقدر انفذه ازاي؟ اقدر اعمل له ران على طول، او اقدر اعمل له كولنج اللي انا اكتب اسمه في الكوماند ويندو. طيب ايه النوع التاني؟ هقوم اعمل نوع تاني وابتدي اشوف النوع الجديد. النوع التاني بقى هو شبه الفانكشن بتاعت السي، ليه اوتبوت وانبوت. اقول له مثلا اكس، الاكس دي مالها؟ الاسم الاكس دي فانكشن يساوي الاكس مثلا، هي فانكشن الفانكشن مثلا بين واي وزد. فهقول له فانكشن اكس هي عبارة عن مين؟ هي عبارة عن الفانكشن مثلا اللي اسمها summation بتاع مين بقى؟ بتاع y, z. طيب عبارة عن ايه الاكس دي؟ الاكس عبارة عن كل حاجة y plus z.
خلاص end الفانكشن. يبقى عبارة عن ايه الفانكشن؟ ولا حاجة. عبارة عن ايه الفانكشن؟ ولا حاجة. عبارة عن inputs و output، مش شرط output واحد، outputs برضو. نفس نظام السي بالظبط. يبقى هي كان عندنا script file no input no output، ده ما شفتوش في السي. ده النوع التاني input و output. فين ال inputs هنا؟ y و z. مين ال output؟ x. هل شرط يبقى اتنين outputs وان اتنين inputs وان output؟ لا مش شرط طبعا، ممكن يبقى اي عدد من ال outputs، ممكن يبقى اي عدد من ال inputs، حتى لو 0 و 0 ايوه ينفع. حاجه سيف الفايل، هيقترح عليا الاسم summation. ليه؟ عشان اعمل لما اجي اعمل له كولينج يشتغل على طول. لو انا غيرت الاسم هنا هيفضل شغال بالاسم اللي هو متسيف بيه. الاسم اللي تعمل له كولينج بيه هو الاسم اللي متسيف بيه، اسمه summation دوت ام، يبقى تناديه summation دوت ام. الاسم اللي جوه ده ما ملوش اي معنى. لو انت كتبت اسم تاني، لو افترضنا انت هتكتبه كده مثلا، هيقوم جايب لك عليه علامه صفراء بيقول لك خلي بالك، انا انصحك ان الفانكشن دي معروفة بالاسم summation. تحب تخليها نفس الاسم اللي بره ولا لا؟ بتقول له اه خليها نفس الاسم اللي بره عشان ما تلخبطش. فهو بيشتغل بالاسم اللي بره. طب اعملها ازاي دي؟ لو انا كتبت summation بس في الكوماند ويندو هيطلع لي ايرور. ليه بقى؟ اقول له summation، مين summation دي؟ انا عاوز مين؟ انا عاوز y وz. فانا اقول له summation of 2 و3 مثلا. ادي التو انبوتس بتاعت، هيرجع لي مين؟ هيرجع لي الانسر بخمسه. يبقى summation دي function زيها زي السكوير روت، زي اي function انا كتبتها. يبقى اي function احنا استخدمناها في الاول خالص، يبقى جميع الفانكشن بتاعت MATLAB اللي احنا استخدمناها هي نفس النظام ده، inputs وبيعملها operations ويعمل ايه؟ يطلع output. احنا دلوقتي دخلنا 2 inputs 2 و3، حصل ايه؟ جمعهم لي وطلع لي output x. هل لازم يبقى output x؟ لا، ممكن يبقى output x و b. ايه ال b دي مثلا؟ ال b دي رقم ثابت يكوال 2، محدش ليه عندي حاجة. بعد كده اقوم جاي هنا تاني مشغل نفس الفانكشن، هيقول لي x equal 5 b equal 2 والانسر equal 5 اللي هو ال evaluation بتاعنا. summation of 2 و 3 5، وال x equal 5 دي طلعت لما نفذ السطر ده عشان مش حاطط سيمي كولون. طيب افرض واحد بيقول لي مش عاوز inputs خالص يا عم، اهو. طبعا هيجي في مشكلة هنا، x يساوي y plus z، مين هما ال y وال z؟ رحت انا معرف له هنا ال y يساوي 2 z equal 5 ايه 3 مثلا، وقلت له رحت مسيف، رحت مشغل الكود. طبعا هشيل الانبوتس اهو ولا حاجه، y ب 2 z ب 3 x ب 5 b ب 2 انسر يساوي 5، نو انبوتس. طب افرض رحت شايل الاوتبوت، مفيش اوتبوت خالص، هينفذ اللي جواها ومش هيرجع لي اوتبوت، ما حطليش كلمه انسر. كان كل مره بيحط الاوتبوت يحطها في انسر، لان انا مش عامل له ديفينيشن، ولكن لو انا شلتها هيعمل الكود. طيب لو انا رحت راجع عامل كده تاني، رحت كاتب له بقى هنا، كاتب له ان يساوي الكلام ده، هيقول لي في مشكله. ايه المشكله اللي عندي دلوقتي؟ انت بتقول له ايه؟ واي وزد ادي الانبوتس، الاوتبوتس مين؟ اكس وبي. طيب يبقى احنا عاوزين دلوقتي 2 outputs. اه سوري احنا ما سيبناش هنا. اه طيب هنا كده خلاص بقى، كده عندي بقى 2 inputs 2 outputs. مين ال 2 inputs؟ 2 و 3. مين ال 2 outputs؟ n و b. ال n بقت ب 5 حسب المعادلة دي، ال n هي قيمة ال x اللي هنا اللي هي y plus z اللي هي 5، وال b ب 2 ثابتة. بالظبط بقول لك ان اعمل ايفالويشن للفانكشن، والاوتبوت حط لي في الان والبي. مين هنا الاوتبوت؟ اللي هو الاكس والبي، هيحطوا لي في مين؟ في الان والبي. طبعا زي ما احنا عارفين في الفانكشنز مش فارقه الاسامي اللي جوه الفانكشن غير الاسامي اللي بره. احنا هنا عندنا واي وزد واكس وبي، هنا عندنا ان وبي و2 و3، وما اعرفش واي وزد. انا ممكن امسح خالص، تعالى نعمل كده خالص كلير والسي ال سي، بعد كده نشغل اخر امر تاني. مين اللي موجود قدامي في الكوماند ورك سبيس؟ ال n وال b، دول اللي هو عارفهم. اما بقى الفاريبلز بقى اللي هي الواي والزد هو مش عارفهم اصلا، دول خاصين بالفانكشن. نفس فكره السي بالظبط، الفانكشن هي اللي عارفه الفاريبلز بتوعها، اما اللي بره محدش يعرفه، اللي بره محدش ليه دعوه بيه. فهنا السميشن بتبعت له 2 و 3 والاوتبوت هيحطه في ال n وال b. طيب ال 2 و 3 راحوا فين؟ ال 2 و 3 هم الواي والزد،
اتجمعوا بقى الاكس والبي ب2، يبقى كده بقى عندنا 5 و2. الخمسة واتنين هيروحوا فين؟ للان والبي. الان والبي نفس الكونسيبت بتاع الفانكشن بتاع السي بالظبط، ولكن الميزه في الماتلاب ان انت ممكن يبقى نو اوتبوتس نو انبوتس، ممكن يبقى في اوتبوت مفيش انبوت، في انبوت ومفيش اوتبوت. ممكن ما اكتبهاش في صوره فانكشنز خالص، ممكن اكتبها على صوره سكريبت فايل وخلاص. في الحالتين اقدر اعمل له كولينج من كوماند ويندو، في الحالتين انا مسيف كودز، ولكن في السكريبت فايل بيشتغل اكني على الكوماند ويندو على الفاريبلز بتوعه، على الفاريبلز بتوع الكوماند ويندو، ولكن الفانكشن الفاريبلز بتشتغل على الفاريبلز بتوعها زي السي بالظبط، بيشتغل على الفاريبلز بتوعها. يعني لو جيت هنا واستخدمت فاريبل مش موجود هنا مفيش انبوتس، فمش هيعرف قيمته. لو انا حطيت فاريبل هنا قيمته مش موجوده في الكوماند ويندو مش هيعرف يستخدمه، زي ما طلع لنا ايرور في الاول. ده الفرق الرئيسي بين الام فايل واللي هو الام فايل سكريبت والام فايل فانكشن.